A few moments later. ازيكم عاملين؟ انا اخوكم قناة يونس جيمنج اكس وانا يا شباب نلعب لعبة الشباب بابجي موبايل. شباب طبعا لعبة بابجي يا شباب اتحدثت عن الاول بكتير. فين الواد ده؟ ايه ده مش ماسك حاجة شباب؟ طبعا في لاج بس عندي ان ايه ان الناس مش ماسكة اسلحة، مش عارف ليه عندي بتاع ده. بس لسه انا متضرب وجايب 14 كيل في جيم. يا لهوي كل الدمج ده وما ماتش. ده مدمجه يا الله. شباب احنا دخلنا الجيم ده بس هدخل جيم غيره عشان اسمه ايه ده، انا كنت بادئ الجيم من قبل ما اول كلايه. ازاي الهاكر ده؟ جبني ازاي ده؟ اوف انا مت اخر واحد. ممكن لي تيد حرام. هندخل جيم غير شباب. شباب احنا نفضل الفيديو ده، يعني انا بنزل فيديو تاني شباب. بدخل ليه هنا؟ بنزل الفيديو ده شباب بس عشان انا هحاول اللي هو انزل لكم كتير يا شباب، عشان انا الفترة اللي فاتت ما كنتش بصور. ايه يا سين لايك واشتركوا بالقناة. مش مشتركين يا سين بعد كده لما تيجي تدخل الاوضة اقفل ايه. مفيش اغاني في الفيديو، انا القوانين بتاعتي كده. اغاني اي اغنية. شباب دخلنا الجيم اهو. لايك واشتركوا في القناه شباب، وريت تدعموني في الفيديو اللي انا نزلته يا شباب. بصوا اي، يعني انا بصراحه انا زعلان من حاجه يا شباب. انتوا اي فيديو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قناتي وصلت 78 مشترك. ايه ده؟ وات خالص. والله يا شباب انتوا اساطير خالص، مفيش حد زيكم. انتوا الاساطير يا شباب، مفيش حد زيكم خالص. والله العظيم انا يا شباب مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه انا اقول ايه ولا ايه بالظبط. والفيديو اللي لسه انا منزله وصل 23 مشاهده. حلو يا شباب. طب انا انزل، انا هنزل مع صحابي وخلاص ان شاء الله. بس يا شباب ننزل نطحن. دينا نازل هنشوفهم منزلين فين. هما يروح الحاويات ما بينزلش فيها اي حد، بس ساعات ممكن ينزل. ايه
خلاص الأغاني متاحة بس بصوت خافض، يعني خافض بصوت واطي، يعني لو عايز تشغل أي حاجة بس بصوت واطي عشان الصوت يعرف يظهر. يعني انت لو معلي الصوت الشباب مش هيسمعوا أي حاجة، هيسمعوا الأغنية. حلو على فكرة شباب، أنا بقدر أتحكم بالسلاح ده وهو كده، بصوا وهو كده بعرف أموت بيه. لازم تحط البتاع اللي أنت فاتحه ده تحت العدو، تحت العدو عشان كده هيدمج. شباب أنا مش عارف، أنا لابس خوذة بس مخفية، مش عارف ليه. انا مخفي، انا مش مخفي، انت مخفي. لا انا مش مخفي، خذ ثلاثة. حلو شباب، تقولي لي تلعب بنفس السلاح عادي شباب، يعني ألعب عادي، بس انا لما بلاقي سلاح انا بلعب عموما سلاحين مختلفين عن بعض، بس يعني اسمه ايه ده، السلاح اللي انا كنت ماسكه ما بحبوش فباخد بدل السلاح اللي انا بحبه. انا لما الاقي سلاحين انا بحبهم وسلاح واحد بس انا ما بحبوش، اخد اللي هو يعني هو نوع واحد، لو نوع واحد في نفس المكان واحد انا ما بحبوش اخد النوعين طبعا اللي هم في نفس المكان. مش عارفه ان انتوا فهمتوا ولا لا، بس اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. طب انا مش عايزه، انت بتعلم على اوزي، بتعلم على اوزي انت عبيط. شباب يلا خلينا بقى نركز بقى في الجيم شباب، بس اكتبوا لي تحت، مش عارف انا ليه شباب شباب، بس يا شباب بصوا عايز اقول لكم حاجه، اكتبوا لي في التعليقات يا شباب ايه رايكم في المقدمه في النهايه بتاعت الفيديو اللي هو بتاع اللي لسه منزله ده، اللي هو ماب اسطوريه روبلوكس، لعبه روبلوكس ده. انا مش عارف ليه بنط، بس ايه ده مش عايز اهو سلاح انا بحبه ده، انا بحبه. ايه اللاج ده؟ وات انا بتخيل ولا الو شباب ورجعنا لكم بس ايه هو اللاج ما مشيش، بس ايه صحابي بعاد عني، ف مش عارف ايه الحكايه للاسف، هموت بس نتفرج عليهم ونشوف هيعملوا ايه. هنشوف اخر كام اخر واحد. الله عليكم، يلا ارجوكم تجيبوا ان شاء الله ابطال وهتجيبوها.
انتوا ابطال هيجيبوه. واحد عرف مكانه. نشوف. طيب رقم واحد، شو اللي يعرف ان دول صحابي اللي كانوا يلا الله عليك. ده لو انا والله ما لو انا كنت يا عم هو جنبك الله العظيم. يلا تقوم يا ابطال يا ابطال. اهو طلع فوق طلع فوق اهو. يلا يا بطل يا بطل يا بطل هتعملها والله. انت الوحيد اللي هتقدر تعملها او صحابنا. يا بطل يا بطل يا بطل الله عليك أسطورة والله العظيم أسطورة. تقييمه على مني مع الدائم. طبعا يا شباب دي مش نهاية الفيديو، لسه هدخل الجيم تاني عشان الجيم ده علق في نص. الله عليك والله بطل 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 الأبطال والله. يلا خلينا ندخل جيم تاني. سين ازيك يا سين؟ مالك ساكت ليه من بدري؟ الو مين مين معايا انت؟ مين ده؟ هو بيتكلم. هو ده هو ده مين يا جدعان اللي جنبي ده؟ ياسين ده ولا مين؟ ده هو ياسين. بس ازاي ما بيتكلمش؟ الو شباب بنهزر. طبعا ده ياسين. عم ياسين يعملوا ايه؟ عم الروبوت عم اتكلم عشان يسمعوك. اتكلم عشان يسمعوك يا روبوت. روبوت ياسين طب قرب عشان يسمعوك كويس. يا ياسين قرب من الميكروفون. قصدي يا روبوت ياسين اهو الميكروفون. تعال اضغطوا لايك واشتركوا في القناة. فعلوا الزر الاحمر لو فعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم فيديوهات جديدة. وايه ومع السلامة. مفيش مع السلامة. مع السلامة. طب ليه بتتكلم زي الروبوت؟ عشان انا روبوت ياسينو. ما انت بتقول انا مش روبوت. طب خلاص روبوت. يلا عشان بس اركز في الجيم. تنزلوا فين؟ تنزلوا هنا اصحابي اصحاب الاساطير. والله العظيم انا فرحان ان والله العظيم الجيم اللي فات فزناه. انا اللي اقدر انزله. رايح فين؟ هنروح معاه نشوف رايح فين. هنا هنشوف هنا. ايوه عارف انا الحتة دي ساعات بيجي فيها بيبقى فيها ناس حقيقية وفي ساعات فيها بوتات وفي ساعات ما بينزلش فيها اصلا. شباب قيموا قيموا اللبس اللي انا لابسه ده من 10. يا شباب اكتبوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم في اللبس اللي انا لابسه ده دلوقتي. انت ايه رايك يا ياسين؟ جميل. ياسين بيقول جميل. هنشوف بقى رايكم. هنشوف بقى يا شباب ايه رايكم في اللبس. يلا شباب. لا معلش انا هعلي الصوت شويه يا شباب عشان لو محتاجين الصوت. سين وطي الصوت شويه عندك. يلا شباب خلينا يلا نكمل كده. الصوت جميل متوسط. لينا شنطة عشان نجي.
طبعا اللي ام 7 اللي شباب انا بحب السلاح ده خالص، يعني انا بعشقه. شباب ده اسمه، ده اسمه ايه يا شباب؟ اقول لكم انا، ده اسمه يا شباب سلاح الام 4. الام 4 هو ده، هو ده ام 4، انا الام 4، انا الام 4. وده اسمه ام 7، انا الام 7 7 7 انا 7 اب. يلا بص شباب اسمعوا دي، اشتركوا في قناة اشتركوا فيها يونس، يونس بينزل فيديوهات جديدة وأحسن من الأول. أعمل ام 7 مش للدرجة دي، لا للدرجة دي، لا مش للدرجة دي. واو أم أنا وانا وسط اشهر يوتيوبر في العالم، قلت لك مش للدرجه دي. ايه انا عندي 78. يلا تعال تعال اي حد من صعب تيو اذا ما تدمجتش. خلينا يلا طيب نكمل، اي بوت نلاقيه في سكتنا نموته على طول. ده في حد هنا؟ لا شباب اكتبوا لي في التعليقات، اصلا انا مش عارفه انزل لعبه ايه. اكتبوا لي في التعليقات انزل عن لعبه ايه بالظبط. شوفوا الالعاب بتاعتي اللي انا كنت بلعبها قبل كده وقولوا لي العاب، يعني العب لعبه ايه كده، يعني لعبه ايه انا انزل لكم على طول. بس انتوا شباب قولوا لي عايزين لعبه ايه ننزل عنها. ويا شباب عايزين دعمكم ولايكاتكم واشتراكاتكم، انتوا بلايكاتكم واشتراكاتكم بتخلي الفيديوهات تنزل لوحديها. شفتوا يعني انتوا لو ضغطتوا لايك دلوقتي واشتركتوا في القناة تلاقوا فيديو غير ده نازل لسه نازل. تخيلين يا شباب يعني انتوا بلايكاتكم وكده تلاقوا فيديوهات تنزل. انا بقى سكوب تلاتة، فين سكوب تلاتة خدته؟ ماشي توش والله يا جدعان انا عايزة يموت. استنى نشوف حاجة يا شباب، انا سايب الشخصية تمشي لوحديها يا شباب. تقولي ازاي يا شباب؟ بصوا زي ما تلاحظوا في بتاع هنا، بس انا اقدر من عندي اخليها تمشي، يعني دي معناها ان الشخصية بتمشي لوحديها. مفعلها انا دي، اللي فعلها بتشتغل. والله شكرا يا شباب، صح يعني انا يعني الفيديو ما شاء الله لسه نازل، لسه نازل من 51 دقيقة وصل 29 مشاهدة. تعرفوا يا شباب في فيديو وصل 29 مشاهدة في كم يوم، مش في دقايق زي كده. شباب لو عايزين نكمل لايك يا شباب، بص انا هوريكم علامة لايك عامله ازاي عشان تعرفوا تضغطوا لي. زي كابوت ايه ده؟ بص النوت بيجري مني، فين هو؟ هتقول لي بيخضر.
شباب يعني بصوا اللايك. انا دلوقتي هطلع من الشاشة دي، طبعا هتيجوا على البحث هنا تكتبوا، تخلوا الجهاز الاول انجليزي، كده تكتبوا كده. اه بصوا اهي قناتي شباب، تنزلوا كده، تنزلوا فيديوهات هتلاقوها، ادخلوا عليها كده. لايك بقى ازاي؟ تروحوا كده الاشتراك، بص القناة سهل كده، انتوا ضغطوا لايك عشان افهم الناس يعني. يلا خلينا نكمل الفيديو. شباب يعني انا ما اعتقد الناس فهمت ازاي. شباب يعني هو اكتبوا يونس جيمينج اكس واي، اسمه اذا اكتبوها كابيتال سمول اي حاجه، عموما هيجيلكم هيبقى صورتي زي في الفيديو بتاع صوري خلف الكواليس. شفت الصورة الخلفيه اللي من بره؟ هتلاقوا نفس قناتي نفس الحكايه. انا بقول للناس كلها اللي مش فاهمة ازاي تحط لايك بس. يلا يا جدعان على فين رايحين؟ فين احنا رايحين؟ على مكان سري. ايه رايحين على ايه؟ على مكان سري. يا خرابي سرعتك لا يا نوتي. ماشي يلا خلينا نكمل مع صحابنا ونشوف هيعملوا ايه. احنا هنعمل اكتر حاجة اسطورية في العالم لما نشوف. طبعا يا شباب يعني لو عايزين السكوب يبقى ثابت اللي هو ايه ما يقعدش يتحرك كده، تعملوا اسرع حاجه تناموا كده وتعملوا كده تفتح السكوب. بص السكوب ثابت ازاي، فرق بسرعة. بص ثابت في مكانه. انا مع يعني ما اعرفش اشمعنى يعني لما انزل كده، بس دي اكتر طريقة ان انتوا تعرفوا ازاي تثبتوا السكوب. فين ده؟ ايوه الباب. لا الباب مارك ان اوبن دور. فين search for vehicles. اوف ايه ده ابو الاتش ام ده؟ فين؟ ايوه صح. واحد صح احتياطي. ابلع اوعى اوعى اوعى. انا عايز اهلس يا عم والله العظيم. انا مش مصدق. ابلع
يعني هتموت. متوني انا مش مصدق. ايه ده، ايه اللي حصل ده؟ شو انت شفت حاجة؟ والله العظيم حرام لو خسرنا الجيم. ايه ده؟ اخر اربعة، لا واحد لوحده واربعة. خلص رقم أربعة، تعال. ليش رقم اتنين؟ معلش بس كذا والله. المركز الثاني حلو، مين ماشي حلو. طبعا يا شباب دي نهاية الفيديو، فلو عجبكم ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة. مش مشتركين معلش الفيديو لو طول، بس شباب يعني حبينا بس نلعب معاكم جيم. وزي ما شفتم مين، زي ما شفتوا يا شباب موتنا اتنين، اول واحد موت رقم اربعة، اتنين موت رقم اربعة وقدرنا ننقذه. ويلا سلام، لايك واشتراك. يلا. A few moments later.